واحد غبي راح للدكتور، الدكتور وصاه يمشي لمدة 15 يوم على رجليه، بعد أسبوعين اتصل بدكتور قال له يا دكتور أنا على حدود السعودية أكمل ولا أروح؟ واحد طلع له عفريت فمش حافظ أي حاجة من القرآن غنى له طلع البدر علينا. واحد حياته كلها أخضر فخضر، صحي من النوم لبس بنطلونه الأخضر وقميصه الأخضر وجزمته الخضر وركب عربيته الخضرة ومشي في الشارع، الشارع كله أخضر فخضر، فعمل حادثة في سيارة خضرة، جه الصليب الأحمر باظت النكتة. واحد غبي بعاكس في واحدة في التليفون فبتقول أكيد أنت غبي، الله يخرب بيت إظهار الرقم ده. واحد جاب خروف العيد قبل العيد بشهرين وكان الخروف يقعد معاه ويشرب معاه ويتفرج على التلفزيون معاه، وجا يوم العيد ليه الخروف فوق عمال يعيط، قال له بتعيط ليه؟ قال له كل الناس ذبحوا جابوا خرفان للعيد إلا إحنا. جماعة واقفين مع بعض، فواحد قال لهم اللي بخاف من مرات ويجي على جنب، كلهم وقفوا إلا واحد، فقال له أنت يا معلم مش بتخاف من مراتك؟ قال له أنا مراتي قالت لي ما تتحركش من هنا. واحد شاف دكتور بيطري راكب حمار، قال والله أول مرة شوف دكتور راكب زباين. واحد بلدياتنا عايز يدي ابنه العيدية ومش معاه غير 100 جنيه، وعايز يديله بس 10 جنيه، مسح الصفر واديها له. واحدة بتسأل أمها ليه العروسة بتلبس أبيض يوم فرحها؟ قالت علشان بيكون أسعد يوم في حياتها، قالت أنا عرفت ليه كده العريس بيلبس بدلة سودة. واحد غبي راح يسرق واحدة عجوزة، قعد تحت السرير وهي عمال تسرح في شعرها، قعدت ساعتين لغايه ما نام، قام يدور ما لقاش حاجه راح نكش لها شعرها وراح ماشي. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع، بقول لك واحد مسطول دفن نصه اللي فوقانه ونصه تحتاني ساب وعشان يقول انا عايش ومش عايش. واحد بيقول لصاحبه انا عاوز اعمل لمراتي مفاجاه في عيد جوازنا، صاحبه قال له هتعمل ايه يعني؟ قال له هوديها الصين. قال له يا راجل في عيد جوازك العاشر توديها الصين، امال في عيد جوازك العشرين هتعمل ايه؟ قال هروح اجيبها. واحد غاب مسافر على الطياره ومعاه قرد، قالت له المضيفه ايه الحيوان الغريب اللي معاك ده؟ هز القرد راسه قال له معايا. سباك اتخانق مع مراته ضربها كوع كسر لها الحوض. كهربي اتجوز ثلاثه عمل لهم مشترك. اتنين اغبياء عندهم حصانين فكانوا عاوزين يعلموهم علشان ما يتهوش في بعض، الاول قطع ودان حصان وراح لصاحبه وقال له، التاني قال له الله يخرب بيتك ما انا عملت كده برضه، بعدها بيوم رجع عليه قال له انا فقعت عين حصان التاني، قال الله يخرب بيتك ما انا عملت كده، في الاول قال له انت هتصدع دماغي ليه؟ خد انت الحصان الابيض وناخد الحصان الاسود. واحد مسطول شاف قطه اخذها على البيت لمراته وقال شايفه القرده؟ قالت له دي قطه مش قرده، قال لها لا انا بكلم القطه. سألوا واحدة فافي بيقول لها يعني ايه عزاء؟ قالت لهم يعني بارت حزين وبيقدموا فيه قهوة دايت. بيقول لك واحد بخيل عمل شوربة لحمة وعزم صحابه وقدمها للضيوف من غير لحمة، قالوا له انت جايب لنا شوربة من غير لحمة؟ قال لهم يعني شايل عروسة في عروسة. بيسألوا واحد بلدياتنا مين أهم الشمسة ولا القمر؟ قال لهم القمر طبعا. قالوا له ليه؟ قال بيطلع بالليل وبنور لنا بالليل والدنيا ظلمة، أما الشمس بتطلع بالنهار والدنيا نور أصلا. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع؟ واحدة وحشة دخلت الحمام فبتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، رد عليها إبليس قال لها أنا كده كده خارج جاتك القرف. واحد جاي يقتل صاحبه وبيقول له قول الشهادة بسرعة قول الشهادة، قال له بكالوريوس تجارة. اتنين بلدياتنا ماشيين في الصحراء لقوا واحد بيصطاد، فواحد منهم قال للتاني شوف العبيط بيصطاد في الصحراء، رد عليه التاني ملناش دعوة يلا قدف قدف. نملتين وفيل ماشيين مع بعض، فنملة قالت للفيل ايه رأيك نلعب مصارعة حرة مع بعض؟ قال لهم وانا غبي يعني للدرجة دي؟ اتنين على واحد يعني؟ جماعة بلدياتنا حبوا يفجروا عمارة، حطوا الأنابل في الدور الأرضي وهربوا على السطح. حرام ونادل ماشيين مع بعض، فالنادل بيقول الحرامي علمني السرقة، قال له اتعلمني النداله؟ قال له وهما ماشيين مع بعض كده راح الحرامي سرق محفظة واحد، فالحرامي قال له ايه رايك بقى؟ قال له لا مية مية، قال علمني النداله بقى، الحرامي حرامي. واحد بلدياتنا راح حفلة تنكرية قطع دراعه. واحد بخيل بيقول لمراته اجيب لك ايه في هدية عيد جوازنا؟ اجيب لك فلوس ولا تاخد موبايل الجديد؟ فكرت شوية قالت ده بخيل لو طلبت منه فلوس هيديني 2 جنيه، فقالت خلاص اديني موبايلك الجديد، قال لها اكتبي 012-35-07. عصفور غبي طارت خبط في ازاز عربيه،
أغمى عليه. صاحب العربية وقف وخده معاه البيت وحطه في قفص. صح العصفور لقى نفسه في قفص، سأل نفسه أنا في سجن؟ معقول؟ معقول الراجل مات؟ واحد أطرش وقف سواق تاكسي، وبالصدفة السواق برضو أطرش زيه، قال له مصر الجديدة؟ رد السواق قال له لا والله مصر الجديدة. رد الراجل قال له خلاص معلش أنا كنت فاكرك رايح مصر الجديدة. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع؟ واحد عربي نزل مصر، دخل على صراف آلي، سحب 5000 جنيه وطلب عمل سحب إيصال، طلع الإيصال مكتوب عليه إيه الحلاوة دي؟ إيه يا باشا؟ ربنا يزيدك من نعيم. واحد بلدياتنا حب يعمل ليلة حمرة ولع في الشقة. واحد بلدياتنا قفل الباب على أصبعه، الباب ورم. واحد بخيل مات له كاتب رسالة ما تغسلونيش أنا مستحم. جماعة بلدياتنا ماتوا غرقانين في غواصة، وبعد التحقيق اكتشفوا ان واحد منهم سمع خبط بره راح فتح الباب يشوف مين. واحد راح يخطب واحد عجبته فراح لأهلها قالوا البنت بس لسه بتدرس، فقال مش مشكلة برجع بعد ربع ساعة. واحد غبي دخل الجيش، القائد بتاعه أبدا قنبلة وقال له دي أغلى قنبلة عندنا وأغلى قنبلة في العالم، قال له ارميها على الأعداء من فوق الجبل. أما الغبي طلع فوق الجبل ولأول مرة يفكر وقال القنبلة دي غالية، طيب ما بلدنا أولى بيها، ورماها على جيشه. واحد بلدياتنا دخل على ابن عمه اللي بيلعب طاولة مع الحمار، قال له بتلعب طاولة مع حمار؟ قال له اسكت يا راجل، ده أنا مغلوب لقيت دلوقتي 20 دور. ديك بقدن فوق شجرة وتحتها تعلب، لما خلص قال للتعلب مش عاوز تنزل نصلي جماعة؟ واحدة غبية اتأخر جوزها عليها، قالت لأمها خايف يكون جوزي اتجوز عليا، ردت أمها قالت لي اتفقلي خير يمكن عمل حادثة. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع؟ واحد أجنبي بيسأل واحد بلدياتنا تعرف تعوم؟ قال له لا، قال يبقى الكلب أحسن منك. بعدين سكت شوية صاحبنا وسأل أجنبي، قال له أنت بتعرف تعوم؟ قال له آه بعرف أعوم. قال له ما فيش فرق بينك وبين الكلب. واحد بيسأل صاحبه لو طلع عليك أسد وأنت بتصلي هتكمل صلاتك؟ قال له لو فضلت على وضوء هكمل. واحد غبي واقف قدام باب التلاجة عمال يفتح باب التلاجة شوية شوية ويقفل شوية شوية، شافه صاحبه قال له بتعمل ايه كده؟ قال له أموت وأعرف مين بيطفي النور من جوه. واحد بلدياتنا لقى 10 جنيه على الأرض خدها وحط 50. واحد غبي ماشي في الشارع قال يا رب أحط إيدي في جيبي ألاقي 10 جنيه، حط إيده في جيبه لقاها مخرومة، رجع يدور عليها اللي تكون وقعت منه. واحد ومراته أول مرة يركبوا طيارة، فقاعدين في الطيارة فالراجل قال لمراته روحي هاتي لي أشرب، راحت جابت له مية وشرب، وبعد شوية قال لها روحي هاتي لي كمان أشرب، راحت ورجعت ما جابتش حاجة، قالت له أصل الزير اللي كنت بجيب لك منه لقيت واحد قاعد عليه. 4 غبية خطفوا بنت وقفوا تاكسي، سواق التاكسي قال لهم التاكسي ما بياخدش غير 4، قام سابوا البيت وركبوا. حرامي دخل على شقة فيها راجل وعياله ومراته، فقال للراجل طلع الفلوس اللي معاك لقتل مراتك. فالراجل قعد يضحك يضحك فقتل مراته وقعد يضحك، فقال له طلع الفلوس اللي معاك هقتل ابنك. فالراجل قعد يضحك برضه لسه بيضحك، المهم انه خلص على العيله كلها والراجل قعد يضحك. فقال له يا راجل انا عم قتلت عيالك ومراتك والعيله كلها ومش عايز اطلع الفلوس اللي معاك. قال له اطلع من دول يا بتاع الكاميرا الخفيه. 2 اغبياء اصحاب، فواحد بيقول للتاني انت تاخد شهر اجازه وانا اخد شهر اجازه ونطلع شهرين على باريس. واحد قلبه وقف نزل يزق. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟ بلدياتنا اشترى منبهين، واحد عشان يضرب والتاني عشان يحوش. دكتور اسنان مصاحب واحده خلع منها، بقول لك صرصور متمرد ليه؟ علشان مش لاقي جزمه توقفه عند حد. بقول لك كان في حمار وحشي واقف على كنز كبير ومش عارفين يجيبوا الكنز، قالوا اللي هيجيب الكنز ده هياخد نص. جابوا واحد امريكي وواحد هندي وواحد اجنبي. الهندي اول ما وصل راح الحمار رفس وراح مموته، الياباني دخل راح الحمار مرفس وراح مموته، الاجنبي بعد شويه لقيوه جايب الكنز على كتفه وسحب الحمار في ايده. قالوا له ايه يا عم عملت ايه؟ قال كلمه مني كلمه منه اتعرفنا على بعض طلعنا قرايب. قط بيجري ورا قط علشان يبوسها، خبطتها عربيه وماتت. قال لها أحسن خلي الشرف ينفعك. واحد بلدياتنا راعى البنك ومعاه حبل، قال له ابن عمه هتعمل ايه بالحبل يا مجنون؟ قال له عشان نسحب الرصيد.
بقول لك بياع انابيب غاز ماشي في الشارع بينادى على انابيب، نادى عليه واحد بلدياتنا من تاني دور وقال له لفيني واحدة يا بوي، قال له اطلعها لك، قال له لا حننزل نشربها تحت. حمار بيسأل حمار انت محشش؟ قال له لا مبرس. بقول لك ليه الغواصين تحت المية بيتكلموا بلغة الإشارة؟ قال لك علشان الحيتان ليها ودان. بقول لك واحد غبي جاله جوابه مكتوب في آخره صندوق بريد صاد به 44، الراجل مفهمش يعني إيه؟ راح يسأل صاحبه، قال له يعني بقول لك عايز صندل بني مقاس 44. يعني مثلا أخش على طول في الموضوع؟ واحد بلدياتنا سرق 1,000,000 جنيه وخدهم وحطهم في حفرة وكتب على الحفرة مفيش حاجة هنا، راح ابن عمه حمدان ماشي وراه أخد الفلوس وكتب على الحفرة، حمدان ما خدش حاجة. طالب غبي خرج من الامتحان بعد 10 دقايق، سألوه ليه خرجت بدري من غير ما تحل؟ قال لهم أصل أبويا قال لي لازم تطلع الأول. واحدة جوزها غاب أسبوعين ومرجعش على البيت، راحت على القسم علشان تعمل محضر، وخدت ابنها الصغير معاها، فالضابط بيسألها أوصاف جوزك إيه يا ست؟ قالت له طويل وأشقر وشعره أصفر وعينيه خضرة، فالواد الصغير بيقول لها يا ماما مش كده، قالت له اسكت يا ولا خليهم يجيب لنا واحد أحسن. بقول لك دكتور قلب طالع معاش وفي حفل تكريمه حط صورته جوه قلب كبير، واحد من القاعدين عمال يضحك يضحك وقعد يضحك، سألوه بتضحك ليه؟ قال لهم أصل أنا دكتور بواسير وطالع معاش بعد أسبوع. بقول لك ولد صغير راكب اتوبيس المدرسة وعمال بيغني ويقول إذا بابا حلو وماما حلوة أنا هطلع عسل، وإذا بابا ذكي وماما ذكية أنا هطلع ذكي. سواق الاتوبيس زهق منه وقال له وإذا بابا حمار وماما حمار هتطلع إيه؟ قال له سواق اتوبيس زيك. بقول لك دكتور جامعة بيقول للطلبة عنده في الجامعة كل واحد يكتب اسم حبيبه في ورق، بعد 5 ثواني الشباب قالوا خلصنا يا أستاذ، بعد 2 ساعة البنات قالوا مفيش ورقة تانية. بقول لك واحد بلدياتنا عايز يتعلم الطيران اشترى كتاب كيف تقود الطائرة وخد طيارة خاصة وطلع فتح أول صفحة كيف تقود الطائرة، فتح اعمل 1 2 3 طلعت الطيارة، حب ينزل فتح الكتاب ليه؟ الهبوط في العدد القادم.